الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل. عام على ابتداء مشروعنا الخيري. في مثل هذه الأيام بدأ العمل في مطبخ شباب الخير، حاملا في طياته همة شباب متطوعين قرروا حمل الأمانة تجاه مجتمعهم ومنطقتهم وأهلهم. فكانت البداية بعد عام مليء بالأزمات من وباء وانهيار وفقر مدقع، كنا نأمل أن نطفئ اليوم موائدنا على أمل إشعال الموائد في البيوت، لكن قدر الله أن تشتد الأزمة ونصل إلى ما لم يكن في الحسبان. بدأنا المطبخ وحينها كنا نعلم أن إنشاءه ضرورة في بداية أزمة كورونا وإغلاق البلاد، ولكن اليوم بات حاجة ملحة بعد فقدان الكثير من المواطنين القدرة على شراء أقل العناصر الأساسية للطعام. أطفال ونساء وعجز يستفيدون من تقديمات مطبخ شباب الخير. ولا نخفي عليكم أننا قد توقفنا منذ مدة لعدم توافر العنصر المادي لإكمال المشروع، واليوم وبعد أن اشتد الخناق على أهلنا وأصبحت الأمور في حالة الانعدام، قرر استمرار المشروع واستكماله. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحباءنا، تحت قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وعند قول نبينا صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام. مطبخ شباب الخير في منطقة باب التبانة قررنا استكمال مشروعنا بعد سنة كاملة من العمل وبشراكة بيننا وبين أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير ممن يقفون معنا في تبرعاتهم وأعمالهم. يستفيد من المشروع مطبخ شباب الخير في كل يوم عمل 200 عائلة. نؤمن 200 وجبة ل200 عائلة تكفي 5 أشخاص بمعدل 1000 شخص في كل يوم عمل لأهالي المنطقة. نحن نطلق اليوم حملة دعم مطبخ شباب الخير في منطقة التبانة. هذا المطبخ الذي يستفيد منه 200 عائلة في كل يوم عمل يطعم 1000 شخص، كل وجبة تطعم 5 أشخاص. نداء إلى جميع أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير أن يكونوا شركاء معنا في هذا العمل لمساندة الناس في هذه الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها بلادنا. كما نشكر أصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا معنا في إنجاح هذا العمل ليومنا هذا، ونتمنى أن يستمر هذا المشروع وأن ينمو ويكبر ليعطي ويفيد عدد أكبر من أهلنا في المنطقة. فالمنطقة كبيرة جدا وبحاجة إلى عدد كبير من المساعدات. نحن نطمح أن نكون جزء كشباب الخير في مساعدة أهلنا والوقوف إلى جانبهم في هذه الضائقة المالية عبر الطعام الذي نقدمه لعدد من العائلات. الأمر فقل يا ربي فعجل بالفرج.